يعني استاذ حلمي، توابع هروب هؤلاء الدواعش ايه على دول المنطقه والايام ده بيؤكد يعني تواطؤ تركيا معهم؟ انا ما بسموهوش هروب، سميه تحرير، زي اللي حصل في السجون طبعًا عندنا يوم 28 في 2011 بالظبط. تهريب، السيناريو بيتكرر. دول تم اخراجهم، واخراجهم بمعرفه الجانب التركي علشان هيستغلوا في اماكن اخرى ويتم ارسالهم الى اماكن اخرى، والسيد اردوغان الرئيس التركي يبدا يلاعب الدول بهؤلاء سواء دول اوروبا او دول المنطقه، وعلى الاغلب دول المنطقه ليبيا الصومال وغيرها وغيرها، وما فيش مانع ان احنا نكون احنا كمان. فبالتالي دي مش عمليه هروب، ده مفتح لهم الباب عشان يخرجوا بهذه الطريقه. يعني احنا شفنا لو في افلام قبل كده شفنا المدنيين السوريين اهالينا في سوريا خارجين ازاي، سيدات بالبؤج بتاعتهم باشيائهم، بينما دول يعني بيتجولوا براحتهم. فهؤلاء بيتم تهريبهم بمعرفه الجانب التركي لكي يتم اعاده توظيفهم واعاده تدويرهم لملء الارهاب، لملء المنطقه بالارهاب والدول اللي هي التي يريد اردوغان. على فكره الجاردين قال التهريب، يعني بوضوح ما قالتش غير كده. يعني ما هم يعني ده بالظبط زي اللي حصل عندنا، ما احنا شفنا ده يوم 28 يناير فتح السجون، 28 يناير 2011 فتح السجون والخروج، انهم يخرجوا كده خروج امن، الفتح جاء من الخارج يعني مش هم فده يعني. نفس الحدوته، ودول هيروحوا وهيدخلوا على تركيا وهيتم تسريبهم الى كل البلاد اللي هم عايزين يسربوهم، يعني قد يكون بعضهم وصل الى بلاد اخرى.